لاحظتك. الله يخليك بين سول الدكتور ممكن؟ ايه مرحبا تفضلي. الله يخليك، عندي الثقة وكنستعمل فونتولين. ايه آه بالليل وبالنهار في اي وقت. سهلة، هزي ورقة وسيلو. ياك، والسؤال الثاني الله يخليك، عندي تعلبة في الشعر. سهلة، هزي ورقة وسيلو. شيء والو. واخا لاله، غير شرفنا بالاسم الكريم، شكون معنا؟ مروة. مروة، واخا لاله مروة، شكرا على الاتصال. سؤال واحد ممكن؟ واخا لاله، يلا بسرعة بسرعة. عنده 5 شهور، عنده حزازة في وجهه. حزازة في وجهه، عنده 5 شهور. عنده 5 شهور. واخا لاله، شكرا يا مروة بزاف على الاتصال. ناخذ مكالمة أخرى. ألو، صباح الخير. صباح النور. صباح النور لاله، مرحبا بك. صباح الخير عليكم. صباح الخير، تفضل لاله. خليك، عندي واحد تساؤل. إيه، نشرفوا باسم كريم، شكون معنا؟ لطيفة. لطيفة، تفضل لطيفة. لا خليك واحد شي حل، الا كان شي حل سحري لا ساغن. لا ساغن، لا ساغن. وعندي عندي عندي لوكو ديالي، العقد ديالي اللي نوار كحل بارابور لوجه ديالي بزاف. كيف والو كيف والو. وكنت دايره ريجيم ولا بو ديالي بحال الكرشات. وجزاك الله خير هنيا. شكرا يا لطيفة، شكرا على التواصل ديالك، مرحبا بك يا لاله. معنا مكالمة أخرى ناخذها. ألو، صباح الخير. ألو. ألو، السلام عليكم أسيدي. السلام عليكم. صباح الخير، مرحبا. سمية، لاباس بخير؟ الله يبارك فيك سيدي، مرحبا بك. دكتور جمال، لاباس؟ الحمد لله خويا، الله يعطيك الصحة. خويا احنا جربنا هذاك الشيء ديال الكلاوي ديال التفاح مع الحمض، راه القضية مزيانة. ايوا الحمد لله، الحمد لله، ان شاء الله تيسير. القضية ديال سميتو ديال ديال شكون ديال الكلاوي، راه امور مزيانه الامور. ايوا الحمد لله. القضيه ديال الرجلين ديال البزار وسكين جبير، راه امور مزيان. ايوا حنا فرحانين الحمد لله من اللي لقيتي النتيجه الطيبه الحمد لله. دابا 100% مزيانه صالح. ايوا هادشي كيفرحنا وكيفرح حتى الدكتور جمال. يعطيك الصحه خويا. الدكتور جمال بغينا التليفون ديالو ان شاء الله. ان شاء الله خويا، بارك الله فيك، شكرا على التواصل ديالك وشكرا انك بلغتينا هذا الخبر الجميل، هكذا باش يكون تواصل مباشر مع المستمعين. نمشيو نجاوبوا المستمعين ديالك. نمشيو عند مروه. مروه اللي عندها مشكل ديال الدقه، كتاخذ فونتولين بشكل يومي بالليل وبالنهار. الور، اول حاجه هاد الوصفه راه عطيناها. اول حاجه انا تنصحها بعدا كاين البشنيخه، لا ميفيزناكا. أيه. البشنيخه سي تان برونكو ديلاتاتور، تحل الشعب وتخلي هذاك. تداوي بالاعشاب الطبيه العربيه الاسلاميه، العشبه رقم واحد هي الزعتر. لا فارماكوبي اوكسيدونتال، العشبه رقم واحد هي لا مارجولين اللي هي مرد الدوش. دونك عندنا الزعتر، عندنا مرد الدوش. لا فارماكوبي، التداوي بالاعشاب الطبيه المغربيه والمعرفه الشعبيه. العشبه رقم واحد هي مريوت، لو ماري بلون. دونك مريوت. لا فارماكوبي اوستراليان، التداوي بالاعشاب الطبيه الاستراليه. العشبه رقم واحد لوكاليبتوس، الاغلبيه الادويه في الفارماسي مصوبين باللوكاليبتوس. الور، كل هاد الدنيا اتفقت باللي العشبه رقم جوج هي خزامه. دابا في هاد الوقيته اللي كاينين حنا، كاينه واحد النوع ديال الخزامه اون سوكسيدون دو لا لافوند اللي تنسميوها الكحيله. الى خدت هاد الخمسه د العشبات اللي عديت دابا انا، راهما بواحد ممتازين لواحد الدرجه خياليه. بنفس المقدار تردهم على شكل مسحوق، تاخذ نص معلقه قبل الفطور، انا نفضل كاع ميو، اربع معلقه قبل الفطور من بعد الفطور، اربع معلقه قبل الغداء من بعد الغداء، اربع يعني معلقه. ديك المعلقه نقسموها على جويجات. الله يعطيك الصحه. نص قبل الفطور ونص مور الفطور. فوالا. الور، هذه الوصفه الاولانيه. الوصفه الثانيه، شي بسمة كاين، تاخذ واحد نص كيلو تشريحه، نص كيلو ديال الثومه، نص لتر زيت البلديه، تبخر الشريحه والثومه، طحنهم بيان سور، تقشر الثومه تحيدها، طحنهم، ديرهم في طنجره، تزيد عليهم زيت البلديه وتعطيه العافيه بالمهل، وتبقى تحرك تتبخر الرطوبه وبقى ذاك المعجون. تعمر القراعي تحطه في الثلاجه، تحط وحده قدامها، غير تفيق نص معلقه قبل الفطور، قبل الغداء، قبل العشاء، قبل النعاس، غتهنيها بواحد الدرجه خياليه. اون بلوس ممنوع القبض، ممنوع شحال من حاجه. وصفة أخرى، شفاء تام ضد الربو، وصفة مفردة مجربة، العسل ديال الزعتر بالشهد ديالو، العسل ديال الزعتر بوحدو ما تيشافيش بالشهد ديالو، والنحلة باش تصاوب لينا كيلو الشهد، داك الشمع اللي حنا تنهملوه، راه خاصها تاكل بين 7 كيلو حتى 9 كيلو ديال العسل باش تصاوب لينا كيلو ديال الشهد، إذا ما 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 تهملوش هذاك الشهد. في حالة الربو الضيقة، إلا خدينا مثال بسيط، واحد المعلقة كبيرة الآن أديولت، الواحد أي كبير. واحد بالغ، بالغ، معلقة كبيرة قبل الفطور عند العسل الزعتر بالشهد ديالو، يوميا ياخذها غيجيب لي من بعد واحد الشهر، غيجيب لي الله راسو تشافى، راه ما تشافاش.
غير يلوح الفونطولين يلوح داكشي كامل ياك. يتبع 10 شهور متابعه في ديك الساعه يمشي يعيش في السويد النرويج كندا فين ما بغى يعيش ما عمره يقول اي. ماذا بينا مروه ترد علينا الخبر وتجرب واحده من هذه الوصفات وتقول لنا شنو كاين. غنمشيو للمشكله مازال ما كملناش. الور منين تاكلوا منين تاخذوا الزيتون خزنوا العظومه البشنيقه باش تنقيو السنان ديروا في واحد الميكا دشيو دوك العظومه خطره خطره هزوا مجمر لوحوا فيه دوك العظومه غير طلع الدخان ما تجيكمش لا كريز توقف البلاصه لي برونش سوديلات. هذه الاولانيه فرع ديال الثومه ما يحيدش من جيبكم ولا من الساك تحسوا راسكم غتجيكم النوبه عض في الثومه به فيه يدخل الاكسجين وتهنيتو باش ما نطولوش. حاجه اخرى حاجه اخرى ياك ثعلبه ثعلبه دونك التونيا ساهله خذوا خذوا الشيح طحنوه هو الاول خرجوا البوطه الصغيره طلعوها فوق السطح ولا خرجوها خارج الدار حيت تيخلي ريحه خانزه دونك واخا تحكوا الحيوط مده شهر هذيك الريحه ما تتبغيش تحيد. الور شدوه ديروه في مقله عطيوه العافيه العافيه بالمهل وبقاو تحركوا حتى يرجع كحل كربونيزي. لو وقفتوا التحراك راه غيرجع رماد ولا تشعل فيه العافيه. وحتى منين تنزلوه من البوطه وتبقاو تحركوا واحد جوج لا ثلاثه دقائق والا راه غيرجع رماد. منين يبرد هذاك الشيح محروق غناخذوا الورق ديال الخرشف غنقطعوهم بحال القزبر ومعدنوس غنعصروهم ولا خذوا العصير ديالهم او الماء ديالهم نزيدوا على داك الشيح اللي محروق ونديروه لبلاصه التونيا راه دقه بطلاره مجرب المئات الخطرات.